السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الصائمون والصائمات، طابت وطابت أوقاتكم وزادكم غذاء الروح. ولكل مستمعينا لهذه الحلقة من نفحات رمضانية ليلة 27 من رمضان هذا العام 1444 هجريا، إعداد وتقديم أبو الأمين. هذه الأدعية والتحية هي من التحيات الإسلامية، حيث يقال: سلام قولا من ربنا رحيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على آل ياسين، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأجمل سلامي لكم أيها المستمعون، وأحييكم بتحيات أهل الجنة. أيها الصائمون والصائمات، أيها المستمعون الكرام، كونوا دائما مع الله عز وجل. إن أقبلتم عليه أغناكم، وإن استاجرتم به حماكم، وإن توكلتم عليه كفاكم. فليكن قلبك كصدقة لا تحمل سوى لؤلؤة، وهي واحدة، وهي حب الله وحده. أكثروا من التفكير والتفكير في قول الله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. ولتعلم أن الحياة الحقيقية ليست بالدنيا، فيوجد حياة وهي بداية والكل بالطريق لله عز وجل، وأن الكل سيقف أمام رب العالمين ويقول الكافر: يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم يا رب العالمين لك الحمد على نعمك، وإذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، لكن المطلوب يكون في أخلاقك آية، أخلاقك يوجد فيها آية تحمل بها، لكن المطلوب يكون كل أخلاقك فيه آيات تتحمل وتتجمل بها، حتى تكون من الذين يقال عنهم، الذي يعمل الصالحات، ولا تكون الذين يمنعون الماعون. كل شيء حولنا يرحل ويغيب، إلا الخير يبقى مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن ربك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب. أيها المستمعون والمستمعات، اغتنموا هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان لهذا العام. الحمد لله الذي بلغنا وإياكم العشر الأواخر من رمضان. أسأل الله أن يجعل لي ولكم من خيرها، وأوفر الحظ والنصيب، وأن يعيننا الله وإياكم على قيامها إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، لي ولوالدينا ولمن يقول آمين ولجميع المسلمين. قول آمين. اللهم في هذه الساعة يا رب، اللهم اكرمنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارزقنا ووفقنا لكل خير، اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واصلح حالنا وحقق لنا أمنياتنا يا رب، واجعلها خير علينا، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا الله. هنيئا لمن صادفته ليلة القدر،
وكسب وفاز بها وكتب له بكل حسنة طيلة حياته بألف شهر، وكل صدقة قدمها أو آية من القرآن قرأها وكتبت له كأنه عمل طيلة حياته أو أكثر من 84 عاما. هنيئا لمن أخرج صدقة الفطر في رمضان، وإن لم يخرجها فليسارع بإخراجها قبل صلاة عيد الفطر السعيد، وإلا يبقى صومه معلقا بين السماء والأرض، وستكون صدقتنا عادية. وهنيئا لكل من صلى وصام وعمل على صلة الرحم، وهنيئا لمن صبر على ساعات الصيام الطويلة، هنيئا لمن تحمل الصيام وهو مريض وهو يعاني من بعض الأمراض كالقولون والمعدة والشرايين والضغط والسكري والقلب، ويعني تكون ممن الذين دفعوا أيضا كفارة صيامه. هنيئا لمن فاز بصلاة الفجر والعشاء والتراويح جماعة بالمساجد. هنيئا لكل شاب وطفل لم يبلغوا سن البلوغ قاموا بصيام رمضان. هنيئا لكل أم وكل زوجة وكل أخت وكل ابن أعدت الطعام لأبنائها وزوجها وأولاد وعائلاتها. هنيئا لكل من تصدق إما بالمال أو عمل طعاما عن روح أمواته كالوالدين المتوفيين. هنيئا لكل من شهد رمضان كله وصامه إيمانا واحتسابا. هنيئا لكل مشايخنا وأئمتنا الذين يؤمون المصلون في المساجد في صلاة التراويح في جميع أقطار الدول العالم العربي والإسلامي، والذي حضروا ليصلون بالتراويح وإعطاء الدروس للمساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشتاق لأحبتي. فقال الصحابة: ألسنا بأحبتك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما أحبتي الذين يؤمنون بي ولم يروني. إن شاء الله نكون نحن منهم. وأيضا من بشائر من صام إيمانا واحتسابا وطبق شرع الله الركن الثالث بعد التوحيد والصلاة وهو الصيام، وإن شاء الله من دخل بشريعة الله وهي الثانية والأهم وهي شريعة الحج التي ستكون بعد الصيام، وهو الركن الرابع من شرائع الله عز وجل وهي من شعائر الحج. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء الذين يؤمنون بي ولم يروني بخمسون ألف منكم. صلوا على رسول الله وزيدوا بالصلوات في هذه الليالي، ليالي إن شاء الله تكون ليالي القدر. كل ما في الدنيا هباء إلا بذكر الله فهو بقاء، ولا شيء سقم وبلاء إلا الحب في الله فهو دواء، وكل شغل الدنيا عناء وشقاء إلا الشغل بطاعة الله فهو راحة وهناء. وأحلى ما في الدنيا مصاحبة الأوفياء، أمثالكم أيها الكرماء، فلكم مني خالص الدعاء، وأن يكون لي ولكم في الجنة مع رسول الله لقاء. أعداد وتقديم هذه الحلقة مراسل الجاليات في الدنمارك أبو الأمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأدعو من رب العالمين أن يبلغنا ليلة القدر، ليلة 27 وليلة 29، وهي ما تبقى إلا سوى أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. طبتم وطابت أوقاتكم، فتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. إلى اللقاء.